اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بعزتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل تراويحنا وسجودنا وركوعنا. يا الله يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم احفظ عائلتنا وأحبابنا وأصدقائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.